بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابي ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف محجون. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع ومنعهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فوجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنذرنا في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة وروح بجني ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل حمزة لمزة الذي جمع ماله وعدد يكسب أن ماله أحلد كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله موقدة التي تطلع الأفئدة إن عليهم مقصدة في أمد ممددة. সবাই ভালো থাকবেন আর সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন আর আমার ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আর লাইক কমেন্ট করে পাশে থাকবেন। তো ভালো থাকবেন, সবার জন্য দোয়া রইল। তো আল্লাহ হাফেজ, সালামু আলাইকুম।